شغال. قلنا كل الناس تجمع عشان النهارده بنقول لك طعم الارك وباركس ب 50 جنيه ب 50 جنيه ب 50 جنيه شغال. شغال. كل الناس تجمع عشان بنقول لك طعم الارك وباركس النهارده من فرع الشبرا كام بكام يا وحش؟ ب 50 جنيه النهارده السبت اخر يوم في العروض. شغال. شغال. اول واحد يضغط قلب هنقول له ايه؟ الف مليون مبروك يعلق معانا. يلا يا وحش على التليفون كده. قلنا فرع الشبرا خيمه النهارده عامل لك عزوه النهارده السبت من الساعه كام للساعه كام؟ قلنا من الساعه 4 لحد الساعه 10 في فرع شبرا الخيمه. قلنا شبرا الخيمه النهارده دمار شامل يا وحش، بنقول لك طعم الارك باركس النهارده ب 50 جنيه. شغال؟ شغال يا وحش. يلا يا وحش هعمل لك مشاركات لحد ما الناس تتجمع. يلا يا جماعه اول حد هيعلق معانا كمان معانا بس مشاركات وكومنتات كتير. شغال. اول واحد يعلق معاك هيسيبولي دلوقتي حالا انا وحش طعم اركو باركس ب 50 جنيه. شغال. شغال. هيكسب معانا طعم اركو باركس النهارده من فرع شبرا الخيمه ب 50 جنيه. قلنا عنواننا في اول اللايف شبرا الخيمه شارع الجديد محطه الفيلا امام استاد الجنان الدور الثالث، ملهاش اي محلات في الدور الارضي. شغال. شغال يا وحش. ملهاش اي ايه؟ ملناش محلات في الدور الارضي يا جماعه. يلا يا وحش. جمع لي انت الناس وكسبي لي كل الناس. يلا يلا يا جماعه الناس كلها تجمع عشان النهارده جاي لكم باقوى العروض من فرع شبرا الخيمه. قلنا عروضنا النهارده بتبتدي من 10 جنيه على الادوات المنزليه. الله يبارك لك. من 3 جنيه يا وحش. من 3 جنيه. قلنا النهارده فرع شبرا الخيمه بيبيع لك من اول 3 جنيه من الساعه 10 من الساعه 3 من 4 لحد الساعه كام؟ 10 بالليل. من 4 لحد الساعه 10. شغال. شغال يا وحش. عامل لك مشاركات بس الناس تتجمع. يلا يا جماعه الناس فين؟ عايزين نفرح كل الناس بس اعملوا مشاركه، اثبتي حضورك بمشاركه وكومنت. شغال يا وحش. قلنا النهارده طعم الاركو بايركس ب 50 جنيه ب 50 جنيه ب 50 جنيه. النهارده هنبيع لك طعم اركو بايركس 25 قطعه شغل مايكروويف وغساله اطباق ب 50 جنيه. شغال يا وحش. شغال. قلنا اول واحده كسبت معانا مين؟ اول واحده كسبت معانا مين يا وحش؟ اهي الف مليون مبروك. مين دي يا وحش؟ قلنا نسمة سعيد. نسمة سعيد هقول لك الف مليون مبروك كسبتوا معانا طعم اركو باركس ب 50 جنيه. كسبت معانا طعم اركو باركس 24 قطعه بكام؟ ب 50 جنيه. والاختيار ايه يا وحش؟ عشوائي. بنقول لك طعم اركو باركس فرن ميكرويف غساله اطباق ب 50 جنيه النهارده من فرع شبرا الخيمه. الله يبارك لك. ازاي ب 50 جنيه؟ افضل خليك لاخر اللايف. شغال. شغال يا وحش. كل الاشكال وكل الالوان يا وحش اهو. قلنا بكام يا عم؟ ب 50 جنيه طقم الاركو بايركس ال 25 قطعه. اهو ب 50 جنيه 24 قطعه. الله يبارك. كل حاجه ستات معاك بوله كبيره. شغال. 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 بنقول لك النهارده من الساعه 4 لحد الساعه 10 في فرع شبرا الخيمه ابيع لك طقم الاركو بايركس ب 50 جنيه بس اعرف ازاي؟ ب 50 جنيه. شغال. شغال يا وحش. بتقول لك على فواتير ب 7000 و 8000 انا بقول لك النهارده ب 50 جنيه على الفاتوره ام 2000 جنيه. الله يبارك لك. كل اللي هينورنا النهارده فرع شبرا الخيمه ياخد فاتوره ب 2000 جنيه ياخد طعم الاركو باركس بكام؟ ب 50 جنيه. هياخد طعم الاركو باركس بكام؟ ب 50 جنيه يعني ببلاش. شغال. تعالى كده يا وحش اعمل لايكات دلوقتي، اللي هيعمل لايك دلوقتي حالا هكسبه طعم الاركو باركس ب 50 جنيه. ايه الاشعارات دي كلها يا ابني؟ شغال. خد. تعالى كده قرب عليا. قرب عليا بقول لك شنطة المعالي النهارده بكام؟ شنطة معالي قرش يا وحش قرش 18 على 10. الله عليك يا وحش. بص الجمال والحلاوة. حكاية ورواية. بقول لك النهارده حفر ليزر 850 جنيه. ودي يا وحش. عرض الساعة في فرع شبرا الخيمة ب 850 جنيه. قلنا 86 قطعة. ب 850 جنيه. معاكي كل حاجة في الشنطة. شغال. شغال. قلنا 86 قطعة من كل حاجة ايه؟ اتنشرات. الله عليك يا وحش. من كل حاجة اتنشرات ومعاك طعم التوزيع. حكاية ورواية. شغال. شغال يا وحش. بنقول لك بكام النهارده؟ ب 850 جنيه النهارده السبت اخر يوم في العروض، النهارده السبت اخر يوم في قلنا عروض خاصة لفرع شبرا الخيمة. شغال. شغال. بس الناس تتجمع. شغال يا وحش. شغال يا وحش. بنقول لك طعم الكنك الاستانلس النهارده ب 18 على 10 بكام؟ ابو 500 جنيه يا وحش في كل حتة. بقول لك عرض الساعة النهارده في فرع شبرا الخيمة وفقط، فرع شبرا الخيمة وايه؟ وفقط من الساعة كام للساعة كام؟ قلنا من 4 ل 10 يا وحش. ب 199 جنيه. الله يبارك لك. 199 جنيه في فرع شغال. 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 ودي يا وحش. 199 جنيه التحفة دي. البومبي. شغال. شغال. بنقول لك بكام النهارده؟ 199. شغال. قلنا من 4 لحد الساعة 10. شغال. شغال يا وحش. بنقول لك طعم الأركوبال ال 24 قطعة. طعم الأركوبال ال 24 قطعة. فرن ميكرويف غسالة اطباق. شغال. بنقول لك النهارده بكام؟
دمر يا وحش دمر. بقول لك عرض الساعة النهاردة في فرع شبرا الخيمة ب 499 جنيه 499 جنيه طقم اركوبيل 24 قطعة شغال. الله يبارك لك. بدل 1100 ب 499 جنيه شغال. حلو الكلام؟ ودي يا وحش. قلنا عنواننا؟ قلنا شبرا الخيمة محطة الفيلا أمام مطعم وسليم الدور التالت كوم حالات كيلو ستوك. شغال. ملناش فروع في الدور الأرضي. قلنا النهاردة المنزلة في كلمة إيه؟ الله وحش. شغال. شغال. بنقول لك طقم العسل النهاردة بكام؟ طعم العسلي الستين قطعة شغال. الستين ايه؟ قطعة. الستين ايه؟ الستين قطعة شغال. طعمي كامل متكامل معاكي. بنقول لك عرض الساعة النهاردة في فرع شبرا الخيمة شارع الجديد الدور التالي 549 جنيه. الله يبارك لك. ابقى 1100 جنيه و1200 بره 549 جنيه. ضيع يا وحش ضيع. عايزك تبعتها له. شغال. شغال. بنقول لك المنزلي بسمة الله يا وحش شغال. تعالى يبقى قلنا النهارده هبيع لك طعم الارك باريكس على الفاتوره، يعني انت هتستفيد بعروض وخصومات وهتاخدي هديه على الفاتوره. طعم الارك باريكس بكام؟ ب 50 جنيه ب 2000 جنيه على الفاتوره شغال. ب 2000 جنيه شغال. شغال يا وحش. هبيع لك طعم الصواني تقديم استانلس 18 على 10. بص يا وحش ابو اختام يا وحش 18 على 10 كركمات. وانت وجاي هات المغناطيس شغال. اللي ما بيننا ايه؟ المغناطيس. وانت وجاي تجيب الايه؟ المغناطيس بقولك بتاعي. بقول لك النهارده الصواني التقديم التحفه دي الشغل المرايه بكام يا وحش؟ سوري يا وحش دي مرايه صح. بنقول لك بكام النهارده؟ ب 499 جنيه. الله يبارك لك يا وحش. عندي واجب في الصبح بره تتباع ب 750. بنقول لك عرض الساعه النهارده 499 جنيه شغال. شغال. حلو الكلام؟ حلو يا وحش. بنقول لك طقم الملامين النهارده بكام؟ طقم الملامين دريم النهارده بكام؟ الحرارة يا وحش مش أوه. اي كلام شغل الايه ضد الكسر وما بيتكسرش يا وحش. بنقول لك بكام النهارده؟ ب 749 جنيه. الله يبارك لك. 749 جنيه عرض خاص لفرع شبرا الخيمه كل اشكاله وكل الوانه شغال. 749 جنيه. الله عليك يا وحش الله عليك شغال. ولسه اللي جاي احلى وحش. الله يبارك لك. الناس تعمل شركات والناس تتجمع. ارفعوا يا جماعه وعلوا اللايف عشان عايزين نكسب ناس دلوقتي. ركز معايا في اللقطه دي عشان مش هتتكرر تاني في فرع شبرا الخيمه فقط لا غير. شغال. شغال يا وحش. فرع شبرا الخيمه فقط لا ايه؟ لا غير. شغال. معانا 13 غطا. 13 ايه؟ 13 غطا. شغال. معانا الحله الكبيره. شغل الايه؟ الدهان. الشغل الايه يا وحش؟ الدهان ابو اختام. الحله الكبيره. شغال. معانا شايفين الحل قد ايه؟ شغل العزومات يا وحش. حل البني ادمين شغال. شغال. حط فيها بني ادم قريب. بص يا وحش هنبقى ايه؟ شغل الدهان بالاحكام. يبقى معانا اصغر حل ومعانا ايه؟ اكبر حل. اكبر حل. 13 حل. النهارده بكام يا وحش؟ دمر يا وحش. بدل 2700 ب 1250 جنيه. الله عليك. مش على فاتوره. كميات كميات كميات. 1250 جنيه طقم الدهان. ال 13 حله، ال 13 ايه؟ ال 13 حله. ال 13 قطعه. ب 1250 جنيه. النهارده السبت اخر يوم في العروض من فرع ايه؟ شبرا الخيمه. يبقى هنبيع لك ال 13 حله بكام؟ ب 1250 جنيه. الله يبارك لك يا وحش. قلنا العرض ده مش هيتكرر. عرض الدمار. باكج العروسه ب 5000 جنيه شغال. شغال. ابو 10000 جنيه شغال. ابو 15000 جنيه شغال. شغال يا وحش. شغال شغال. حلو الكلام. معانا طعم جرانيت ايه؟ هارفست يا وحش. شغال. 9 قطع يا وحش. طعم جرانيت هارفست النهارده 9 قطع. بنقول لك بكام؟ كام؟ بدل 3000 جنيه 1850 جنيه وابعتها له. الله عليك يا وحش. الله عليك. تعالى. تعالى. نقول لك طعم الاستانلس النهارده بكام؟ دمر يا وحش. الشغل التركي التركي اهو يا جماعه. طعم الاستانلس اقل واجب في السوق. استانلس صافي 18 على 10. اهو. بص يا وحش. ال 10 قطع يا وحش. 18 على 10. شغال. بص اللمعه انا مش عايز اجيب ايه؟ هات التليفون كده اهو. بص اللمعه وبص الجمال والحلاوه. شغال. شغال. بنقول لك بكام النهارده؟ ابو 5000 جنيه ب 3500 جنيه. الله يبارك لك. في فرع ايه؟ شبرا الخيمه. قلنا شبرا الخيمه اللي مالوش قديم مالوش جديد. قلنا بالاسعار القديمه. ابو على ابو قديمه شغال يا وحش. شغال يا وحش. اهو. قلنا بكام؟ ب 3500 جنيه. الله يبارك لك. شغال. شغال. بنقول لك قلنا الاستانلس بكام يا وحش؟ قلنا الاستانلس بكام؟ احنا نعمله ازاي بعد كده؟ اسمع كلام امي ما تسمعش كلام امك ها؟ ب 75 جنيه. ودي يا وحش. 75 ايه؟ 75 جنيه. تعال.
تعالى واحد. شغل الدهان. نقول لك طويل النهايه الدهان النهارده بكام؟ في فرع ايه؟ شبرا الخيمه. شبرا الخيمه. ادي واحد. شغل المونيا صافي. ادي اثنين. شغال. شغال يا وحش. ادي ثلاثه. معانا الثلاثه صواني الفرن دول بكام يا وحش؟ دمر يا وحش. عرض الساعه النهارده في فرع شبرا الخيمه ب 349 جنيه. الله يبارك لك. 349 جنيه. فرع ايه؟ شبرا الخيمه. شغال. شغال. ثلاثه الدهان. يبقى بدانا لك بالدهان جبنا لك عليها وطيها. الله يبارك لك يا وحش. شغال. ثلاث مليات الدهان النهارده بكام يا وحش؟ عايز اقول لك الواحده بمقام اثنين بره. الواحده شغل الدهان الاصلي يا وحش. اثنين بره. شغال. وهتيجي وتشوفي بنفسك. شغال. شغال. بقول لك معانا الثلاث مقاسات دول بكام؟ بكام يا وحش؟ مدى 550 349 جنيه. ودي يا وحش. 349 جنيه النهارده بدل كام؟ بدل 550 جنيه. شغال. شغال يا وحش. جبت لك طعم الصواني القوي للميلامين. اللي هو ايه؟ ما بيتكسرش. ضد الكسر. شغال. بنقولك النهارده بكام؟ دمر يا وحش دمر. 270. بقول لك عرض الساعه النهارده 199 جنيه. الله يبارك لك. 199 جنيه. موجود منها اشكال والوان وكميات. انتظر قلب. انتظر ايه؟ هديتك. بص قلب. انتظر هديتك. شغال. شغال. امسك كده يا وحش. بنقول لك طعم الشوكه النهارده بكام؟ طعم الشوكه ابو 1150 جنيه يا وحش. شغال. ابو 1150. بقول لك عرض الساعه بص 1850. الله يبارك لك. الساعه النهارده في فرع شبرا الخيمه بكام يا وحش؟ ب 749 جنيه. ودي 749 جنيه. ضيع يا وحش. ضيع. قلنا شبرا الخيمه بيقول لك المنزلي بذمه الله. الله يبارك لك. باكج العروسه ب 5000 جنيه. المفروشات شغاله ب 10000 جنيه. شغال. ابو 24999 وعليه سلسله ذهب ايديها. شغال. شغال. شغال يا وحش. تعالوا تبص دماغه. تعالى. بنقول لك ايه؟ عمود الاكل مستورد يا وحش. شغال. الشغل الرخام الهندي. الله عليك. القلب ايه؟ حكايه وروايه. القلب استلس. شغال. شغاله معاه ايه؟ المعالي والشوك بتاعته اهو. شغال. الله عليك. بنقول لك بكام يا وحش؟ دمر يا وحش. مدمر؟ دمر. 499 جنيه. ودي 400. الله عليك. الله عليك. شبرا الخيمه النهارده بتفرح. تعالى 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 تعالى. التوابل البورسلين. شغل الكبس. الشغل الايه؟ الكبس. بنقول لك بكام؟ هو مش عايز يتفتح بس عايز اقول لك دول مش ثلاثه. ادي ثلاثه وادي اربعه. شغال. سبع قطع. شغال. بنقول لك النهارده بدل 1200 749 جنيه. الله يبارك لك. 749 البورسلين يا وحش. موجود منه الاوفايت والزيت والكشمير والاسود. شغال. كل الوانه موجوده. 49 جنيه. شغال. حلو الكلام. شغال. شغال يا وحش. بنقول لك قلب التلاجه النهارده بكام؟ 25 جنيه التلاته. شغال. شغال. بنقول لك التلاته مربع ب 25 جنيه. شغال يا وحش. شغال. قلنا طعم التسالي الايه؟ الكوكا. شغال يا وحش. الله عليك. حس نفسك في اعماق البحار. شغال يا وحش. شغال. بنقول لك النهارده بكام؟ بدل 150 85 جنيه. الله يبارك لك. 85 جنيه. ودي يا وحش. قلنا فرشة التواليت النهارده ب 15 جنيه. ب 15 جنيه. شغال. شغال. بقول لك النهارده الجاروب بالمعشه بكام؟ ابو 45 جنيه بره. 25 جنيه عند رومي وبس. الله يبارك لك يا وحش. شغال. بقول لك معانا الشماعات العرايس. بنقول لك النهارده بكام؟ 35 جنيه. شغال. بنقول لك النهارده المشابك بكام؟ ب 15 جنيه. بنقول لك النهارده الشرشوبه بكام؟ ب 5 جنيه. بنقول لك المعشه النهارده بكام؟ الهلال والنجمه ب 15 جنيه. شغال. شغال. بنقول لك الباقي الملامين البولات ب 5 جنيه. شغال. شغال يا وحش. شويه بكام؟ 15 جنيه. 15. شغال. معانا فرشه بالبلاط يا وحش لام يد في العصايه. شغال. بيها بحالك من غير العصايه بكام؟ ب 15 جنيه. شغال. معانا سنة العشر النهاردة بكام؟ بكام دي يا وحش؟ 150 جنيه. الله يبارك لك يا وحش. 150 جنيه. نقول لك النهاردة الشغل الرتان موجود كله بكميات الهلال والنجمة. شغال. شغال. قلنا دي بكام يا وحش؟ تعالى كده نفردها بس.
لسه قلبه ايه؟ استنى هديته. انت وحش. الله عليك. شغل الهلال والنجمة معروف. اللون حكاية، حكاية وحش. تعالى كده. خش هنا ايه؟ مكتوب ايه؟ الهلال والنجمة. أقل سعر في مصر. أقل من الشعبي. شفت الشعبي؟ احنا عندنا أقل بيه. خصم 70 جنيه. أوتوماتيك يا وحش. خصم 70 جنيه. شغال. يبقى قلنا عنواننا شبرا الخيمه الشارع الجديد محطة الفيلا امام مطعم ابو سليم استوديو الجناين الدور الثالث. ملناش اي محلات في الدور الارضي. كل اللي هيعمل فاتوره النهارده ليه دي. عملت فاتوره ب 2000 هتاخد تمر على الكوبري ب 50 جنيه. عملت فاتوره ب 5 هتاخد ايه هديه. عملت فاتوره ب 10 هتاخد بطانيه 10 كيلو هديه. طب لو عملت فاتوره ب 24999 هتاخد سلسله ذهب هديه. الله يبارك لك يا وحش. فين كل الناس استفادوا بالعروض والخصومات النهارده من فرع شبرا الخيمه. وقلنا عروض الحافظات برده يا جماعه موجوده بكميات. الحافظات اهي لسه واصله معانا بكميات. حافظوا عليها الثانيه هديه. مستنيينكم النهارده تنورونا في شبرا الخيمه. وقلنا ننتظر لايف جديد من فرع جديد يا وحش. شغال.